رئيسة جمعية المنطقة. شكرا على المشاركة ديالكم في هذه الفعالية المتعلقة بالعنف يعني ضد المرأة أو العنف الجنسي ضد المرأة. كيحس براسو انه هو الواصع على الانثى، هي عباره عن واحد الشخص ضعيف اللي ما تقدرش تاخذ قرار اختيار ولا ما تقدرش تعتمد على راسو. والعنف كذلك حتى ضد النوع الاجتماعي سواء كانوا اطفال او شباب، وهذا انتم بالنسبه للجمعيه كيفاش تعاملتوا مع الظاهره ديال اللي وقعت الاعتداء على احد اي الشباب داخل ساحه التحرير، يعني كيمارس رياضه باركور او رياضة الصحة؟ زعما ديك رياضة الصحة شخصيا كنشوف على أن كان واحد الخطأ كبير من طرف الشخص اللي كان ضد أنهم يمارسوا ديك الرياضة، بحيث أن ما كايناش واحد القانون اللي كيقول لك بأن السكيت كيتلعب باب حار وما خصوش يتلعب في رمضان، لأن هذيك واحد الرياضة اللي تقدر تمارسها في أي بلاصة، ما كت فغيمون ما كت ما كت ما كتهرس حتى شي حاجة، يعني ما كتخرب حتى شي حاجة. وهذاك الصراع كان الناس انك تشوف بزاف ديال الظواهر اللي ولات على صراع ديال الاجيال، الجيل اللي قبل ما كيكونش راضي بها. ولكن هذيك الساحه هذيك ماشي موضوع ماشي باركور، يعني لان كتكون هنا ساحات مهيئه خاصه لهذا النوع من الرياضه، اذا هذاك فضاء عمومي عنده حتى هو القواعد ديالو يعني ماشي الحرمه ديالو وانما قانون ديالو. يعني متفقه معك 100%، ولكن زعما كما كتشوف علاش انا اصلا ما كاينش واحد المساحات مخصصه لديك النوع ديال الرياضه. اذا هي باغي ان تكون هناك فضاءات عموميه جديده في العريش اللي كتستوعب هذا النوع ديال الانشطه خاصه بالنسبه للاطفال او الشباب. طبعا حنا درنا طلب السيد العامل على انه باش يخصصنا واحد الفضاءات من هذا النوع ديال الرياضات، وزعما كنطلبوا على ان تكون المساحات اللي خاصه بهذه الرياضات، لان كتطلب واحد الماتيريال ديالها اللي كيكونوا خاصي، لان هذيك واحد الرياضه اللي كتطلب واحد تركيز كبير واحد المجهود كبير. نعم، اما هو العنف مرفوض شكلا ومضمونا. طبعا كان ممكن التعامل بشكل اخر مثلا استدعاء السلطات او التدخل من اجل منع الاطفال من ممارسه هذا النوع من الرياضه، لان هي المسؤوله عن هذه الفضاءات. أما شخصيا كنشوف على ان حتى شي واحد ما عنده الحق انه ينهي اولاده يضرب شي واحد اخر في مطار، انه في المطار ديالو انه كيدير واحد الحاجه خاطئه.